نكمل معكم برنامجنا الصباحي اليوم مع النور معنا مع سبيسيال لقاء عائلات وشباب، وشو حب قلب يسوع هالشباب وهالشابات اللي عم يجوا على هذا البرنامج تيشهدوا على اهميه وجوده بحياتهم. بيرت رحمي اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه، اليوم نقلت قعد حدك. اهلا وسهلا. يعني امتعتينا بهالترتيل الحلوه اليوم اللي كنت عم بتسبحي فيها يسوع، وكمان بدي اشكرك لانه وافقتي دغري على دعوتنا تتجي على الاستوديو تشهدي قد ايه اهميه وجود يسوع بحياتك وقد ايه يسوع غير لك حياتك. عارفيني شوي عنك بيرت رحمي. انا بيرت رحمي من بشري، استاذه موسيقى وبعلم بعده مدارس كاثوليكيه بالمنطقه فوق، وبساعد كثير الشبيبه والولاد انه يتعرفوا اكثر عن الموسيقى، يكتشفوا اكثر موهبتهم بقلب المدرسه وبرات المدرسه. كمان عندي تلاميذ كمان خصوصي، وكمان بعزف بحفلات بريسيتالات، كمان برنم وكمان اعراس. كيف يسوع اشتغل بهالموهبه بيرت؟ نعم، من انا وصغيره كنت روح على شارك بمخيمات روحيه رسوليه، وكنت كثير حب اعزف. يعني كنت اقعد على جنب واطلع هيك شوف الشخص اللي عم بيعزف ويرنم، وليش مش انا؟ انا بحب انا كمان انه صبح ربنا. بعمر ال 14 جيت لعند الماما قلت لها انا كثير بحب اعزف جيتار وبحب انا رنم وبحب انا يعني انا سمع العالم انه انا بقدر اثر فيهم وبقدر اوصل رساله الكلمه يعني اللي بتكون باللحن وبالترتيله. وكثير انبسطت الماما انه انا عندي هيدي الموهبه، ودغري فتت نعم على المعهد وبلشت اتعلم موسيقى، ومن اول شهرين بلشت اعزف بالكنيسه ورتل. وانا وصغيره كمان بدي اخبرك شيء، بالمدرسه يكون الراهبات مثلا عم بيعملوا شترتيله، صير انا علي صوتي تتسمعني الراهبه انه انا صوتي حلو، صير عرفتي كيف؟ وعلي وعلي انه انا صوتي حلو. كنت حب كثير انا وصغيره بحب. نعم. بيرت بدي اسالك، هالشباب شبابنا هاليوم كنا عم نحكي مع سيدنا من شوي انه مرات ما بيلاقوا دعوتهم، بيروحوا محلات غلط وبيفكروا انه هيدي السعاده اللي عم بيدوروا عليها السعاده الوقتيه او اللذه الوقتيه اللي بيقول عنها سيدنا هي من ما معهم خبر انه هيدي ما بتدوم. انت عم تلمسي شباب وشابات بحكم شغلك كمدرسه، قد ايه عم بتاثري عليهم؟ قد ايه عم تحاولي تغيري لهم اذا بدك اتيتيود معين، مواقف معينه، حركات بتلاحظي من هن وصغار بكون عندهم توندانس يروحوا نحو محلات يمكن مش منيحه، كيف عم تغيري لهم مسار حياتهم؟ يعني اكيد الموسيقى كثير بتنمي الشخصيه، بصير الولد عنده شخصيه يوقف ويرتل قدام كل العالم. مثلا انا نحن اسسنا بمدرسه القديس يوسف ببشري كورال للتلاميذ، واخترنا من المدرسه 27 من الصغار كمان للكبار، وهذا الكورال اللي تاسس كثير ساعد اشخاص انه يصير عندهم شخصيه كثير مهمه، شخصيه كثير حلوه، ساعدهم انه يعطوا يعني يقدروا هيدي الموهبه اللي عندهم اياها يترجموها، يوقفوا قدام العالم، يصير عندهم الشخصيه يعني والصوت الحلو. كمان انا بشتغل معهم على فوكاليز، تظبيط صوت، اللفظ، كله مع بعض. وهلا نحن كمان عم نحضر ريسيتال لنوال، وعندي كثير اصوات حلوه، اصوات ملائكيه جدا جدا رائعه، واكتشفناها يعني. وفي كثير ناس ما بيعرفوا انه صوتهم حلو، اكتشفوا معي انا انه صوتهم حلو وبيقدروا يغنوا وبيقدروا يرتلوا وبيقدروا يوصلوا رساله، وكثير مبسوطين. بيمجدوا اسم الله. واكيد بتحسي كمان انه الموسيقى بيرت لانه نعم. بتخلي الانسان يصير مرهف الاحساس، صح. واللي بيكون عنده احساس عاده مرهف بيرحم الاخر، يعني بيصير في عنده رأفه نحو الاخر. عم تلاحظي هذا الشيء بتلاميذي؟ كثير كثير، يعني كل سنه بلاقي كثير فرق كثير كبير مع الاشخاص اللي عم بشتغل معهم، ان كان مع الكورال ولا ان كان مع بالصفوف، بقلب الصفوف بينطروا ساعه الموسيق انه جاي. بتعملوا اول شيء ديفولمون، بيرتاح الولد، بصير يحس حاله انه كل شيء زعجه بالموسيقى بالغنانه عم يظهرهم لبرا، عم بيرتاح
وساعه الموسيقى بالنسبه لهم ساعه يعني غير انه مش انه تسليه، لا بيعتبروها هيك ساعه رياحه للنفس للروح. هي هيك لازم تكون. اذا بدك توجهي رساله لكل الشباب والشابات اللي عم يسمعوك، اللي عندهم موهبه موسيقيه واللي ما عندهم موهبه موسيقيه، لكل تلاميذك شو بتحبي تقولي لهم؟ اول شيء بوجه لهم تحيتي الكبيره، وانا بحبهم كثير، وعن جد اللي عنده موهبه الموسيقى ويعني عن جد ينموها اكيد بالطريقه السليمه، مش انه يسمعوا هلا عم نسمع كثير الاغاني يعني ابدا ما عندها ابدا ما عندها ذوق موسيقي، وكثير مثل ما قلت الكلمه انا ما حبيت استعملها انه رخيصه، ما يعني يسمعوا الاشياء اللي بتقدر تغذيهم، بتقدر ترفعهم اكيد، وعن جد كثير حلو، كثير حلو، يعني احساس حلو كثير انك تعزفي، انك ترتلي، انك تسبحي. الحمد لله. بيت رحمه، قبل ما اختم معك، شو عندك حلم؟ شو حلم بيرت؟ حلم بيرت انه عن جد بس كون انا عم برتل وعم صلي يفوت صوتي لكل قلب كل شخص، وقدر المسه بنعمه الروح القدس اكيد، لانه بتعرفي انه اوقات الصوت بيكون عنده لمسه من الروح القدس، يلمس كل شخص ويغير له حياته، وهيدي عم بتصير. عندك علاقه سبيسيال مع مريم العذراء امك؟ كثير. كيف بدك تمجديها هلا وهيك تبعتي لها مساج غير شكل؟ امي يا امي. خلينا نسمع. هديك ذاتي. خلينا نسمع. واحملي دوما للرب